الجزائر تستعد لتلقيح مواطنيها ضد كورونا خلال الأيام القليلة القادمة. من أجل هذا يستعدني استقبال عبر سكايب، عبر خدمة سكايب، البروفيسور محساس عمر الأخصائي في الأمراض الصدرية. أهلا بكم بروفيسور، مرحبا. مرحبا بك ولكل مشاهدين القناة، وشكرا على الاستضافة. العفو، يا اهلا بروفيسور. اليوم حتى نكون يعني صريحين مع هذا المواطن الذي سيقبل بعد ايام قليله على هذا اللقاح، اليوم هذا اللقاح من بين خصائصه انه يكسب مناعه ولا يقضي على الكورونا، هل هذا صحيح؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقول لك صحيح، وهذا نظننا الخاص والعام يعرف ان اللقاحات اللي نستعملها ضد الانفلونزا وضد الكوفيد وضد يعني عده امراض نخص بالذكر الجهاز التنفسي هي لم تعطي يعني مناعه 100% حتى الانسان ما يمرضش، لكن شوفي حتى النسبه المئويه اللي مدوها في كل اللقاحات اللي هي خرجت، هذا يمد 70، هذا يمد 80، هذا يمد 95، ونشوف في الحقيقه على حسب طاقه كل انسان، على حسب السن، على حسب الامراض اللي هي كاينه، لكن المؤكد فيه ان هي الاعراض ما تكونش اعراض صعيبه ولا تؤدي باذن الله، يعني المرض اللي يجي ما يديش الى مضاعفات كثيره او الى الوفيات. هذا لابد ان نتفق عليه جميعا، حتى الانفلونزا كي نفصد عليها ما تخليش الانسان انه ما يمرضش بالانفلونزا، يستحيل. لكن اذا كانت القوه نتاع الفيروس في وقتها كبيره ممكن تعطي له مناعه وتخفض له من الاخطار ب 40 50 60%. هذا علميا معروف قبل ما ياتي هذا الكوفيد، يعني حتى ما نخرجش الامور من الرواء تاعها، ما نخرجهاش من اجلها. ولابد اليوم نكرر ونقول اننا نمشي الى التلقيح، وانا كررت معكم عده مرات وقلت ان الجزائر اختارت اللقاح الذي يصطنع منذ عشرات السنين بطريقة تقليدية، لكن ما نقولش تقليدية، بطريقة تقليدية يعني قديمة لكن معصرنة، ما فيهش تخوف، لا باش ما نسميش لقاحات أخرين اللي ممكن ما عندناش تجربة فيهم إلى آخره، لكن اللقاح هذا سبوتنيك 5 ولا سينوفيروس ولا كورونا فاكس اللي ممكن باش يجيو، هذا نقول لك انا شخصيا كاختصاصي كخبير انا مطمئن لهم، ممكن تكون بعض الاعراض ثانويه لكن باذن الله لا ليس خطوره فيها، لكن الشيء اللي ممكن ناكدوه كل الدوله الجزائريه ووزاره الصحه لا تجبر المواطن للتلقيح، لكن نقول لابد ان طبيب العائله او الطبيب اللي يتبع المرضى اللي عندهم امراض مزمنه وعندهم اي شك، الطبيب هو اللي راح يعين اذا كان لازم نديروا اللقاح او ما نديروش، الى فيه بعض الامور اللي تمنع مؤقتا، ناكد نقول لان قليل 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 قليل، وين نقول لا هذا ما نديروش لقاح، لكن تحويل نقول الاجل ممكن نغيرنا ناجلوه 15 يوم 21 يوم شهر، لكن ديروا شوفي اللقاح نتاع الزكام من كي يدخل شهر سبتمبر اكتوبر وهي مفتوحه المجال حتى شهر مارس، وحنا نجم نعمل لقاح نتاع الزكام. اذا نتمنى انني كنت واضح مع الـ مع الـ مع الاشقاء مع كل مواطن ان لا داعي لاي هروله ولاي تخوف ولاي نقول دعايات اللي ممكن راح تعطلنا. فرصة ثمينة، لأن الجزائر اليوم والو البعض يقولوا أن الجزائر تأخرت، خلينا نشوف شكون اللي مازال ما طلبوش، اللي مازال ما شراش، نشوفوا روحنا نرتب نفوسنا. نعم فضلي. طيب بروفيسور، قبل قليل ونحن يعني نبث في أبرز الأخبار قلنا أن البروفيسور رياض مهياوي قال أن الفئات التي سيتم البت في تلقيحها والتي هي طبعا حسب نفس المتحدث خضعت لدراسات وكذلك أعطيت لها الأولويات في هذا التلقيح وأعفي من هذا التلقيح النساء الحوامل وكذلك ما دون السن 18.
أكيد، لأن نجاوبك ممكن على الشطر الثاني من السؤال، لأن ما دون 18 اليوم في كل البحوث اللي تندرت بهذه اللقاحات اللي موجودة هي كفلوا بأكثر من 18 سنة. هذا السبب الأول. الثاني أن عندنا معطيات علمية منذ بداية الكوفيد أن من أقل من 18 سنة فهم غير معرضين إلى أخطار بهذا الفيروس بالكوفيد 19. هذا الجواب الشطر الثاني. الشطر الأول، لابد أننا نمشي نعمل اللقاح لفئة خاصة هي معرضة أكثر من الآخرين، لأن حتى في الكمية اللي جات باش نكونوا متفقين، شوفي الجزائر جابت 500,000 جرعة، بعض الدول حتى لا نذكر اسمها أكثر منا بضعفين، 100 مليون لا ما استطاعوش يجيبوا 500,000 في الـ في الـ في نقول انا في لا كوموند الاولى، جابوا الا 100,000 وفيه من مازال ما وصلش باش يحصل على مرتبه باش ياخذ هذا اللقاح. اذا نقول للجميع فنمشي نعمل هذا التلقيح، وباذن الله الدوله سهره ووزاره الصحه سهره، الباقي سياتي. ونقول أننا من الدول اللي عندها صعوبة مالية كبيرة وصعوبة اقتصادية كبيرة، احنا من الدول اللي راهي تدفع في أموال باهظة حتى تعمل لقاح ل 70 حتى 80% من المواطنين. إن شاء الله لسمحتي كلمتين باختصار من فضلك. باختصار جدا، هل يعني تدخل في رأس أي مواطن جزائري أن اليوم الخبراء اللي كاينين يشرفوا على هذا اللقاح يغامروا بحياة الجزائريين؟ أنا أقول لا ثم لا ثم لا. فلنثق في خبرائنا، فلنثق في الأطباء. إذا ما زال عندنا بعض من الشك في مسؤولينا السياسيين فلنثق في علمائنا، وهذا ما يخلينا إن شاء الله ننطلق في قدم جديد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نشكركم جزيلا شكر بروفيسور محساس عمر الأخصائي في الأمراض الصدرية على هذا التدخل وهذا النقاش كذلك. شكرا، بارك الله فيك. العفو، يا اهلا.